أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تغييرات طالت جهازي الأمن والحرس الوطني، وذلك بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني وشكري الرياحي آمرا في الحرس الوطني. وجاء الإعلان الأربعاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، كما أعلن وزير الداخلية الخميس تعيينات واسعة على رأس الوحدات الأمنية المختصة. وينتقد العديد من المراقبين التعيينات التي يقوم بها سعيد ويرون فيها خارج الشرعية وتحدث دون وجود أي هيئات رقابية تتابع شفافية ونزاهة الاختيار. إلى ذلك دعا رئيس الحكومة الأسبق علي العريض سعيد إلى الخروج من الوضع الاستثنائي بأسرع وقت وتعيين رئيس للحكومة وإعادة عمل البرلمان وإشراك مؤسسات الدولة الأخرى بالقرار. واعتبر العريض ما يجري إهاما بمعالجة الوضع خارج الديمقراطية والدستور. سيد جلال ورغي، أرحب بك من جديد، وأيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس دكتور نور الدين العلوي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية. سيد جلال ورغي، تعيينات جديدة تستهدف المؤسسة الأمنية تحديدا، هل هي تهيئة لخطوات انقلابية قادمة لسعيد؟ هو الحقيقة زياد، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية التي بررها قيس سعيد رئيس الجمهورية بأنها يعني إجراءات حيوية من أجل عملية تصحيح وضع فيه الكثير من الفساد وفيه تعطل الكثير من مؤسسات الدولة، ولكن اللافت الانتباه زيادة أنه منذ إعلان تلك الإجراءات إلى اليوم، الحقيقة هنا عين قيس سعيد تقريبا منصبة فقط على الأجهزة الأمنية، تغيير وزير الدفاع، تغيير وزير الداخلية، إقالة مدير الاستخبارات وتعيين شخص آخر مكانه، تعيينات في على رأس الوحدات الأمنية المختصة بمختلف أنواعها. هذا في الحقيقة يعكس مقاربة قد تؤشر على محاولة للسيطرة على أجهزة الدولة، ولكن بطريقة للأسف شديد في غياب كامل لمؤسسات الرقابة، لمؤسسات دستورية على غرار البرلمان، وأيضا في نهاية المطاف فهو شخص يعني منفرد يختار ويعين ما تشاء، لدرجة أنه حتى محافظ أحد الولايات هي محافظة بنزرت في الشمال التونسي يعني اختير على أساس أنه أحد تلاميذه أو طلبته في الجامعة ويعرفه وله صورة شخصية معه ثم جرى تعيينه. وبالتالي هذه التعيينات في الحقيقة عندما لا تخضع للتمحيص وللرقابة سواء من مؤسسات المجتمع المدني سواء من المؤسسات الدستورية المعنية بذلك، يصبح حولها الكثير من شبهة الموالاة، شبهة غياب النزاهة والشفافية، وشبهة أيضا عدم حسن الاختيار. وبالتالي يعني يجب الانتباه لهذا، ولكن في الحقيقة أن يكون التركيز على هذه المؤسسات الحيوية التي يفترض ألا تكون موضوع لا للتسييس ولا لأن تخضع لفرد، بينما نحن نتحدث 10 سنوات على أنها مؤسسات جمهورية، مؤسسات الأمن الجمهوري، بينما اليوم نجدها يتم التعيين فيها على قاعدة الولاء وعلى قاعدة خيارات فردية لرئيس الجمهورية. وهذا بحد ذاته دكتور نور الدين العلوي، هذا بحد ذاته أليس نوعا من الفساد الذي يقول سعيد بأنه يحاربه؟ جميعا هذا الحديث هو مناقشة للنتائج ونسيان للمقدمات. المقدمات هي الوضع الاستثنائي الذي خلقه الرئيس بتأويله الخاص والشخصي للفصل 80 من الدستور، والذي أوقف به مجريات العمل القانوني والدستوري وأخذ صلاحيات أوسع مما هو مخول له بالدستور ويتصرف على أساسها. وهذه التعيينات هي جزء من هذا السلوك الفردي، وهو يتجه في تقديري إلى تهيئة المرحلة القادمة، والتي أعتقد أنها ستبدأ في الأسبوع القادم، فإذا تأخرت لن تتجاوز الأسبوع الأول من شهر 9، والتي ستكون التمديد في فترة الشهر
ثم خلق الظروف الأمنية الملائمة لفرض قرارات أشد قسوة، منها تعطيل البرلمان بشكل كامل وليس فقط تجميد عمله، والمرور إلى المرحلة القادمة وهي فرض قانون مؤقت في إدارة البلد، وعلى أساسه يمنح نفسه كامل الصلاحيات ليفعل بالبلد ما يشاء طبقا لرؤيته، والتي لن تكون إلا رؤية فردية. ما هي هذه الرؤية؟ هي نظام مبني في خياله يقوم على منح سلطات كبيرة جدا للرئيس وإخضاع السلطة التنفيذية كلها له، يعني أن يصير له وزيرا أول، وقد عبر عن ذلك في طروحاته الخاصة والتي لم ننتبه إلى جديتها إلا بعد أن شرع في تنفيذها. كأننا كنا في غفلة أو لم نكن نصدق أن الرجل سيمر إلى التنفيذ، وقد مر. وهذه التعيينات الأمنية والتيقن من سيطرته على الأجهزة بوضع أشخاص يوالونه أو يشاطرونه أطروحته سيكون وسيلته للمرور إلى مرحلة أخرى، كما قلت هي إيقاف العمل بالدستور 2014 وإلغاء مؤسسة البرلمان والشروع في إدارة البلد بقانون مؤقت إلى حين تمهيد إلى انتخابات على الأفراد كما يريد. متى طيب يكون ذلك؟ أعتقد أنه سيبدأ في الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه إذا تأخر. طيب سيد جلال ورغي، كل هذه الإجراءات والتعيينات، التركيز على المؤسسة العسكرية والأمنية وعلى المحافظين طبعا، ألا يشير إلى أو يؤشر على الإجراءات التي سيتخذها سعيد في المستقبل والتي تشير إلى أو تؤدي إلى مزيد من الدكتاتورية وحكم الفرد في تونس؟ نعم، وهذا ما ذهب له الأستاذ نور الدين قبل قليل عندما أشار إلى أن هذه الخطوات كلها هي محاولة لتهيئة المناخات والأجواء والأرضية يعني الأمنية والسياسية من أجل المرور إلى تكريس رؤية في الحقيقة قائمة على الفرد، علما وأن رئيس الجمهورية كان يخاطبنا لسنوات قبل أن يصل الحكم وبعده من أن النظام الذي المثالي عنده هو النظام الذي ينبع من القاعدة، ولكن يبدو أن الصورة الآن مقلوبة، النظام هو الذي ينطلق من الفرد وينتهي للفرد، لدرجة أننا نصادر إرادة الشعب الممثلة في عبر صناديق الاقتراع الممثلة في مؤسسات البرلمان والمؤسسات الأخرى وحتى الحكومة المنبثقة عن إرادة الشعب من خلال البرلمان، من أجل أن كل هذا يتمحض يعني حكما فرديا لدى رئيس الجمهورية، وبالتالي هو يتناقض مع النظام السياسي الحالي ويتناقض مع الرؤية التي ينظر لها حكم يعني الحكم الذي ينبثق من القاعدة، بينما ما نراه اليوم في الحقيقة هو تصرفات وسلوك فردي يريد أن يقنعنا بأن عبقرية الفرد يعني أكثر قدرة من عبقرية المجموعة الوطنية في إدارة شأن البلاد، وهي مغامرة في الحقيقة تنبني على رؤية قديمة تعتقد أنه الفرد يمكن أن يكون أكثر إبداعا وله عبقرية أفضل من عبقرية المجموعة، متناسيا في الحقيقة تعقيدات المشهد، لأن في عالم السياسة تونس صحيح بلد مستقل وله سيادته، ولكن بالتأكيد أن المعطيات التي تحكم البلد فيها كثير من المرتبط بالخارج لجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لجهة المساعدات والقروض الدولية، لجهة أيضا عدم استعداد المؤسسات الكبرى سواء الداخلية والخارجية على التعامل مع الحكومة اللي إذا كانت حكومة يعني يعرف أين كيف يعني تحصل على الأموال وكيف تصرف ومن يراقبها، وبدون هذا لا يمكن أن يعني يستمر الحكم في الحقيقة. لهذا ربما الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي شبه قيس سعيد بن علي في تصريحات له اليوم. دكتور نور الدين، يعني كل هذه الخطوات التي يقوم بها قيس سعيد
ولم نشهد لحد اللحظة لم نشهد أي نوع من أنواع محاربة الفساد التي تحدث عنها، وعلى رأسها القائمة التي طالما تحدث عنها من 460 شخصا لم يمسها أحد ولم يقترب منها، بل وكان يعني الانقلاب الذي قام به بزعم وجود هذا الفساد في البلد. كيف نقرأ هذا؟ خرافة، دعني أستعمل كلمة خرافة. محاربة الفساد هذه لا تكون إلا من نوع الحديث الذي نضحك به على الأطفال الصغار ليناموا. لقد استعمل سياسيون قبل قيس سعيد ذريعة محاربة الفساد ليصلوا إلى البرلمان، ولكن عندما وصلوا إلى البرلمان وجدنا أنهم قد تمولوا من الفساد ويحكمون معه ويقتسمون معه غنائمه، وهذه لا تنطلي إلا على ضعاف العقول، لأن الفساد أقوى من الدولة. وهذه جملة قالها قيس سعيد عندما كان مستقلا أو معارضا للحكومات ما بعد الثورة، الفساد أقوى من الدولة وسيكون أقوى من قيس سعيد أيضا. ولذلك لن نشهد هذه المعركة ضد الفساد، ولن نرى الفاسدين يزج بهم في السجون، وستكون هناك أولويات أخرى. كما قلت، تغيير النظام السياسي، تغيير النظام السياسي هو الأولوية. كنت أتوقع أن تسألني عن غياب المعارضة وعن غياب الاحتجاج على هذا الاتجاه الذي يذهب فيه الرئيس. هذا ما كنت أنوي سؤاله. فيما نشهد الآن تقريبا نحن تجاوزنا 20 يوما على بدء الانقلاب، والمعارضات المتشتتة تراقب الوضع وتنتظر معجزة، والبعض يحلل بأن هناك ضغوطات دولية ستقع على الرئيس وسيعود إلى الديمقراطية مرغما. هذا هؤلاء كما لأنهم ينتظرون يدا خارجية أو يدا ربانية لتساعدهم على استعادة الديمقراطية، لكنهم لا يريدون البروز إلى الشارع ومقارعة مقترحات الرئيس بمقترحات أخرى، أهمها الدفاع عن دستور 2014 الذي بدلت فيه سنوات ثلاث، وخاض فيه التونسيون يعني أكثر من 15 كم، يعني لا أستطيع أن أجد العدد المناسب، ولكن 3 سنوات من النقاش الفكري والسياسي والمدني من أجل بناء دستور محل إجماع، وقد صدق عليه بالإجماع ويعتبر فخرا، وإلى شهور قريبة كنا نعتقد أن هذا الدستور سيكون أمثولة تقتدي بها شعوب كثيرة وتأخذ منها وتستقي، ولكن نحن نشاهد معارضات متعددة، كل يتربص بالآخر كما لو أنهم يقولون لبعضهم البعض اخرجوا فقاتلوا ونحن هنا نتربص بالغنيمة. لن تكون هناك، ولذلك أنا أرجح أن الرئيس يعرف هذه الخلافات داخل المعارضة وسيمر من بين شقوقها حتى يفرض نظامه السياسي، ثم ندخل مرحلة الندم على ما فات. طيب سيد جلال الورغي، يعني هذه نقطة هامة جدا كنت أنوي أن أفتحها معكما. يعني برزت أو ظهرت الكثير من المقترحات لإعادة صياغة الحياة السياسية في تونس، وتصريحات ومواقف، ولكنها كلها خجلة، ربما آخرها ما تحدث عنه القيادي البارز في حركة النهضة علي العريض الذي دعا الرئيس إلى العودة إلى الحياة الديمقراطية وتعيين رئيس حكومة. ولكن أمام كل هذا قيس سعيد دائما يتحدث عن لا عودة إلى الوراء. إلى أي مدى الأحزاب التونسية هزمت اليوم أمام قيس سعيد وهي في حالة رعب وتشتت؟ هو الحقيقة الإجابة فيه من جزئين زياد. الجزء الأول هو أن جزء من الأحزاب للأسف الشديد لم تنهزم، وإنما هي تواطأت، كانت جزء من هذا الانقلاب إن صح التعبير، وهي التي منذ تقريبا 2019 منذ الانتخابات، نتائج الانتخابات، وهي خرجت ببدعة، جزء منهم خرجوا ببدعة حكومة الرئيس وبداية التأسيس لهذه المنظومة التي انتهت بنا اليوم. هؤلاء يوقعون نيابة على الانقلاب في الحقيقة،
يعني التيار القومي للأسف شديد، يعني لا تجده في أي دولة إلا ويناصر الانقلابات، وهو ما فعله أيضا في تونس ممثلا في حركة الشعب التي ظلت يعني أحد الأذرع الأيديولوجية والسياسية لقيس سعيد داخل البرلمان، وتحاول أن تقوض نظاما سياسيا عبره وصلت إلى البرلمان من أجل أن تبلغ صوتها، ولكنها انقلبت على هذا النظام. وبعض القوى السياسية الأخرى أيضا يعني سارت في سيرها، وهذا في الحقيقة يعبر على أن بعض الأحزاب السياسية للأسف الشديد يعني تنتمي إلى الماضي، لا تؤمن بالديمقراطية، لا تؤمن بالتعدد، وإنما تبحث عن الخلاص باستمرار في زعيم ملهم على غرار جمال عبد الناصر والقذافي. ولكنها كلها أحزاب هامشية أو صغيرة، أين الأحزاب الكبرى؟ الأحزاب الأخرى للأسف الشديد يعني خاصة حركة النهضة التي في نهاية المطاف لا يجب النظر إلى هذا الانقلاب باعتباره انقلاب عليها، لأن الانقلاب حصل على المسار الديمقراطي كله. حركة النهضة دعت أكثر من مرة الأحزاب السياسية إلى التنسيق والتعاون، وجرت اتصالات مع غالبية الأحزاب من أجل أن يبلوروا رؤية مشتركة، ولكن دعنا نقول زيادة أن بعض الأحزاب يراهن على أن هذا الانقلاب على الأقل إن لم ينهي حركة النهضة يضعفها، ويعتقدون واهمين أنهم سيأخذوا نصيب من الكعكة، لدرجة أنه جزء من قيادات التيار الديمقراطي وهو حزب يعتبر وسطي، يفترض أن يكون وسطي، طالبت بعض قياداته بأن يتم اقتسام نواب مقاعد حركة النهضة بين أحزاب سياسية أخرى، ولذلك هم يعتقدون أن ما يفعله قيس سعيد قد يكون لهم فيه نصيب من الغنيمة، وهو في الحقيقة وهم، لأنه تكريس حكم الفرد مثل ما فعل قيس سعيد نفسه عندما خاطب حزب الشعب وقال لهم لا تتحدثوا باسمي ولا يعني تنطقوا باسمي، وهذا يدل على أنه فعلا يتجه إلى حكم الفرد، بينما الأحزاب بين مراهن على ديكتاتورية الفرد وبين من يراهن على إضعاف حركة النهضة حتى وأن يكون الثمن التضحية بالمسار. المستبد لا يقبل المشاركة على كل حال. أشكرك جزيلا سيد جلال ورغي الكاتب والباحث على حضورك معنا. شكرا.